سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله تم تسليم بعد إخوة الطلاب إخوة الشيوخ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تعالى في محكمة تنزيله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في حديث قوله صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. كويس. بنسمع كثير من الطوائف، مثلا من طائفة الأنصارية يسمى بالوهابية أو الصوفية، هم عندهم اختلاف في العقيدة، ألا هي وجود الله سبحانه وتعالى. حتى اختلافهم لا يكون بينهم تزاوج زواج ولا معاملات عادية. طيب أنا سؤالي هنا: أين الله؟ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه. الأخ جزاه الله خير سأل عن سؤال أين الله، مش وقال إنه ده كان سبب في إنه الوهابية أو ما يسمى بالوهابية والصوفية إنهم حتى ما بيتزوجوا بعض بسبب السؤال ده، مش فسؤال أين الله. طيب أول حاجة، نحن أخواننا إذا اختلفنا في أي حاجة، ربنا قال: فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إلى الله يعني القرآن، مش وربنا سبحانه وتعالى قال: فإن تنازعتم. والحمد لله نحن في جامعة القرآن الكريم بنتكلم بلغة ناس القرآن الكريم، يعني معليش لو كنا في جامعة تانية ممكن نفهمها لهم بطريقة أقل من كده، لكن الحمد لله نحن في الجامعة دي بنديها لهم بلغتهم اللي هي اللغة العلمية. ربنا قال: فإن أداة شرط، تنازعتم فعل الشرط في شيء، هذه عامة، هذه الاستغراق الجنس كما قال العلماء، فردوه، ده اسم شنو يا أخواننا؟ جواب الشرط إلى الله والرسول. إلى الله القرآن، الرسول في حياتي عليه الصلاة والسلام، وإلى سنتي بعد وفاتي عليه الصلاة والسلام. ربنا قال: ذلك خير وأحسن. شنو تأويلة ذلك خير؟ ربنا ما خصص الخير، أطلق هذا الخير ليدل على أن هذا من أمور الخير التي لا يعلمها إلا الله. وأحسن تأويلا، أي هذا هو التأويل الحسن والأحسن والموافق للصواب. طيب هذا السؤال سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم، وفي موطأ الإمام مالك، وفي غيره من وسنن الإمام النسائي، من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، أنه قصة طويلة جدا، الحديث قصته طويلة. المهم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: وإنه كانت لي، سألوا عن أزلة كثيرة منها، وإنه كانت لي جارية ترعى بإبل أو بغنم قبل أحد والجوانية. أحد في المدينة هناك منطقة اسمها الجوانية. قال: فجاء الذيب فأخذ شاتا أو ذهب بشات. قال: وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون. آسف معناه شنو؟ معناه أزعل وأغضب، زي ما ربنا قال: فلما آسفونا، مش معناه ندمونا، لما أغضبونا يعني. ربنا قال: فلما آسفونا. قال: ولكني صككتها، يعني لطمت على وشها، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إنه الضرب في شنو؟ في الوجه. قال: ولكني صككتها. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، فقلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: ائت بها. قال له ناديا النبي صلى الله عليه وسلم داير قبل ما يعتق يسأل، فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. أخوانا رأيكم شنو في الكلام ده؟ تاني في كلام في زيادة تاني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال ده سأله، لأنه بيجيك زي ما جاء دكتور الخنجر في الجامعة الكبير هنا، واحد اسمه الخنجر، أصبر له، ده جاي إنه بعد شوية، وفي واحد عمك كبير سنونه ما فيش زي المطبقة اسمه حامد بابكر، شلة من الصوفية قاعدين هنا في البلد دي، بيجوا هنا البلد دي، فهمتها؟ وتلقاه واحد بتاع ختمية وغيره، ونحن بنتحدام والله لو دارين هسي، لو لقينا فرصة مناظرة الآن شفت جوا كوباية الشاي بالناظرك، لأنهم ما عندهم أي حاجة، ناس مجارمة وكذابين ومفترين، وأي زول عنده فهم زي ده نحن بنناقشك بالحجة، لو تاني عندك كلام نحن بنوريك اللياقة. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل، قال: أين الله؟ قالت: في السماء.
بعد ذاك الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وأعلمهم وأتقاهم بالله قال لها فإنها شنو يا أخوانا مؤمنة، ودي شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن لا يقبل شهادة النبي صلى الله عليه وسلم ويرد شهادة النبي صلى الله عليه وسلم ده أقل أحواله أنه مبتدع فاسق لا شهادة له. دليل نمرة واحد. دليل نمرة اثنين، الشهادة في الجامع بيجي يقف للناس. أسي أنا لما أذكر الحديث الناس كلهم حيتموا، يقول لهم يا ناس حق الله ونحن تعبانين، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم شنو من في السماء. أها ده شنو ده حديث برضو عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثالث حاجة عن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام ده ذكره الإمام البخاري في كتاب التوحيد في آخر الصحيح الباب رقم 22، باب قول الله سبحانه وتعالى وكان عرشه على الماء. قالت كانت تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. مش دي لغة عربية واضحة؟ وفي لفظ آخر كانت تقول أنكحكن أهاليكن وأنكحني الله في السماء. ده دليل رقم كم؟ رقم أربعة مش ولا ثلاثة؟ ثلاثة. الأيامات دي الصوفية بتلقاهم الرجبية جايبين زلابية ونسوان ونوبات وطارات وسخنا خلاص جيبوا الفتة والفتة مشطة حمتني النطة، تلقاهم قاعدين ينططوا الأيامات دي في الرجبية، وتلقاهم يشيلوا في المولد ويقروا، وبعد ذاك يجوا للإسراء والمعراج. وقد عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الأولى فاستفتح قال من هذا؟ قال جبريل. من معك؟ قال محمد قد بعث إليه. نعم مرحبا بي ولنعم المجيء جاء. فقال جبريل هذا أبوك آدم فسلم عليه. قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم يحيى وعيسى ابن الخالة ثم إلى أن وصل إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، ثم استأذن جبريل ثم صعد ففرضت عليه الصلوات 50، فما زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى قال الله عز وجل أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفاتحة نزل الزلابية يضرب لك لما زاته اعرق عرق شديد. هيا الفكي الله وين؟ يقول لك انت وهابي؟ لا لا انا في برشلونة. انت ما هم في مخك؟ انت هسي قريت شنو الزلابية دي؟ الزلابية دي السبب بتاع شنو؟ الزلابية دي السبب بتاع شنو؟ السبب بتاع قصة الإسراء والمعراج. طيب كانت وين؟ سؤالي يا صوفي كانت وين؟ ده دليل ربنا سبحانه وتعالى قال أأمنتم من في السماء في آيتين وراء بعض في سورة يا أخوانا سورة الملك، كويس. ربنا قال في 9 آيات الرحمن على العرش استوى، 7 آيات بهذا اللفظ وآيتين بالاستواء بلفظ إلى ثم استوى إلى السماء، كويس، وهي دخان. وفي البقرة ثم استوى إلى السماء وقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وفي سورة البقرة ثم استوى إلى السماء. المهم الآيات دي تدل لك على شنو؟ لفظة استوى يا أخواننا نحن بنرجع للعرب بيستعملوها كيف، ودائما في اللغة العربية أنت بتنظر لشنو يا أخواننا؟ للسياق. للسياق لأنه ربنا قال إنا جعلناه قرآنا شنو؟ عربيا. والأعرابي زمان كان بيفهم هذه اللفظة لأنه استوى زي ما قال العلماء زي ما ذكر البخاري عن أبي العالية وديل من التابعين قال استوى أي علا وارتفع، علا وارتفع. هم الصوفية والأشاعرة والجماعة ديل عندهم شبهة، يقول لك لما تقول إنه الله في السماء في هذه تفيد الظرفية يعني جعلت لله مكان، ويقول لك الله خالق المكان وموجود بغير مكان وكان ولا مكان، فهمت؟ عشان يلخبط رأسك. طيب سؤال، نحن بنقول لك لما ربنا سبحانه وتعالى قال أأمنتم من في السماء، ما كان ربنا سبحانه وتعالى يفهم أن في تفيد الظرفية؟ كان يفهم ولا ما يفهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية وقال لا أين الله قالت في السماء، ما كان يفهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من تكلم بالعربية؟
من بني البشر، فهمت؟ فالعلماء قالوا السماء لها معنيان، المعنى الأول السماء المخلوقة، وفي هنا بمعنى على، أأمنتم من في السماء أي على السماء. والدليل شنو؟ قالوا الآية القبالة في سورة الملك ذاته، ربنا سبحانه وتعالى قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا شنو؟ فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها معناه شنو يا أخوانا؟ هل معناه أنه أسوي لي أخاديد وأمشي في نص الواطة كده، ولا أمشي على الأرض؟ معناه أمشي على الأرض. وربنا قال فسيحوا في الأرض، نسيح في الأرض نبقى شحم يعني ولا كيف؟ فسيحوا في الأرض معناه أمشوا على الأرض، ففي بمعنى على. وبعض العلماء قالوا السماء بمعنى العلو، أأمنتم من في السماء أي من في العلو؟ عشان كده ابن جرير الطبري في سورة الملك في التفسير قال أأمنتم من في السماء أي الله، فما فيها مشكلة دي يا أخوان. عشان كده الإمام مالك لما جاء واحد قال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال له الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، لأنه سأل عن الكيفية ولم يسأل عن شنو، ولم يسأل عن المعنى. وإلا أنت الليلة لما تمسك الصوفي ذاته أو الأشعري تقول له أنت بتثبت شنو؟ يقول لك نحن عندنا سبع صفات، العلم والقدرة والسمع والبصر والحياة والإرادة إلى آخر. طيب هل الله بيسمع؟ يقول لك أيوة. طيب هل المخلوق بيسمع؟ يقول لك أيوة. طيب ليه ما قلت سمع الله زي سمع المخلوق؟ يقول لك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والخالق ما ممكن يشابه المخلوق. أيوة، يبقى دي قاعدة، إذا كان سمع الله ما زي سمع المخلوق، استواء الله ما زي استواء المخلوق، علو الله ليس كعلو المخلوق، وهكذا صائر الصفات، هكذا صائر الصفات. يا أخي هسي شوف المخلوقين ديل، المخلوق كراعيانا والكراع بتاع الكرسي فهمت، وكراع الجدادة فهمت، وكراع السرير واحد ما واحد. فإذا كان ده مخلوق ما بتساوى في الصفة وإن اشتركوا في الاسم، كيف يستوي الخالق والمخلوق؟ عشان كده ربنا قال ليس كمثله شيء وهو شنو يا أخواننا؟ السميع البصير. ألا 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 السؤال ده لسه فيه إن شاء الله تفصيل، إن شاء الله نواصل بعد الصلاة، نصلي الظهر ونجي نواصل إن شاء الله. وهي مسألة علو الله تبارك وتعالى واستواؤه كما يليق بجلاله، وهذه المسألة لعظمها أفردها بعض علماء المسلمين بالتصنيف كما ألف الإمام الذهبي كتابه العلي العلو للعلي العظيم أو العلي الغفار. وما من أحد من أئمة المسلمين ألف في العقيدة كتب السلف القوية والعتيقة التي هي محلات بالآثار والأدلة إلا وهي مذكورة فيها هذه المسألة، كتاب الشريعة للإمام الأجري في القرون الأولى، والإمام البربهاري في شرح السنة، والإمام أحمد رحمه الله في كتاب أصول السنة، والإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وكذلك أئمة السنة الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغير من العلماء يذكرون هذه المسألة في ثنايا كتبهم، وكذلك ذكرها أئمة التفسير في ثنايا تفاسير هذه الآيات. ولذلك يا أخواننا هذه المسألة مسألة العلو، العلماء قالوا العلو لله سبحانه وتعالى صفة كمال، فإن الله عال على خلقه علو ذات وعلو معنى. علو معنى معناه شنو؟ معناه ربنا سبحانه وتعالى هو العلي بصفاته بما له من صفات الكمال والجلال، والله له علو الذات أي أن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق خلقه أجمعين. ولما يقال أن الله استوى على العرش فإن هذا لا يلزم منه المشابهة أو ما يتوهمه المتوهمون، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأدلة كثيرة، العلماء قالوا ما من آية في القرآن إلا وهي دليل على علو الله تبارك وتعالى على خلقه، ومنها قال وذلك لأنه يقال نزلت آية كذا وكذا في كذا وكذا. نزلت النزول يا أخواننا بكون من وين؟ من أعلى إلى أسفل. وربنا قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح شنو؟
يرفعه. وربنا سبحانه وتعالى قال يا عيسى إني متوفيك ورافعك شنو إلي. فدي كل أخواننا أدلة على أن الله سبحانه وتعالى شنو في السماء، إما في السماء بمعنى العلو أو في السماء على السماء، على السماوات كلها. فده أخواننا ما فيه إشكال. وهذه المسألة ما خالف فيها العلماء، شوف الإمام أحمد والإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي، المسألة دي متفقين عليها. وذكر عنهم الإمام الذهبي في كتاب العلو للعلي الغفار، الأئمة الأربعة متفقين عليها. وما خالفوا فيها إلا الجهمية، دي فرقة من الفرق تنكر صفات الله سبحانه وتعالى كلها. والقاعدة في صفات الله سبحانه وتعالى أنه يثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. فالإنسان يثبت، لأن يا أخواننا ما ممكن ربنا يقول الرحمن على العرش استوى، تقول لا يا ربنا أنت ما استويت. أنت يا ربنا نحن برانا الخلق بنعرف البيليق بيك شنو والما بيليق بيك شنو. فده يا أخواننا كله من الباطل والضلال. وأدلة كثيرة، آثار من السلف ومن الأئمة الأربعة وغيرها من الأدلة. العلماء قالوا من الأدلة إنه فرعون قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات والأرض فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه شنو كاذبا. العلماء قالوا لأن موسى عليه السلام كان يخبر فرعون أن الله في السماء. وابن عباس في سورة الأعراف في قول إبليس قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال لم يستطع أن يقول ومن فوقهم، لأن الله من فوقهم. عشان كده أخواننا صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة بالكتاب والسنة تثبت لله. ثانيا، صفات الله سبحانه وتعالى لا تماثل صفات المخلوقين. عشان كده العلماء قالوا الاشتراك في الاسم لا يدل على الاشتراك في الحقيقة، ها؟ الاشتراك في الاسم لا يدل على الاشتراك في الحقيقة. فأنا حي ولا ما أحيا؟ نحن يا أخوان نحن أحيا وربنا هو الحي. طيب هل حقيقة الحياة عند المخلوق عندنا نحن وحقيقة الحياة عند الخالق الله سبحانه وتعالى واحد؟ ما واحد، لأن حياة الله لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال ولا يعتريها نقص ولا سنة ولا نعاس ولا فتور ولا عجز. ربنا سبحانه وتعالى قال عننا هل أتى على الإنسان حين من الدهر شنو لم يكن شيئا مذكورا. وفي النهاية ربنا سبحانه وتعالى قال إنك ميت وإنهم ميتون. لكن ربنا هو الحي القيوم الذي له الصفات الكاملة، ومع ذلك قال لا تأخذه سنة ولا نوم. أما أنت حياتك فيها السنة والنوم والضعف. شكرا يا أخواننا، كونك تثبت الصفة لله ده ما يلزم منه مشابهة المخلوق. وده في ورد على كثير، قد بعض مرات تلقاه دكتور بيقريك يقول لك مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. يتخيل يقول لك الشارع ده تباري وده معاه والسلامة، تباري شارع معاه والسلامة. لكن الزول ده خبير بالشارع، والزول الخبير بالشارع أحسن لك من الشارع الفي والسلامة. العلماء قالوا ما بيسلم الإنسان حتى يكون أعلم وشنو وأحكم. فمذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم. ودائما الزول لما يدخل، ربنا قال فلا تضربوا لله شنو الأمثال، ما تقول ربنا صفة كذا وكيت وكيت تقوم تشبه بها أو تمثل بها أو تكيف بها. فدي مسألة مهمة. ولذلك يا أخواننا المسألة دي ينبني عليها إنكار إجماعات آيات وأحاديث وأدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، أن رحمتي سبقت غضبي. وأدلة كثيرة على مسألة العلو وأن الله سبحانه وتعالى في السماء. فما في زول يجي يحرف عليك
ويجي يقول لك لا ويعني وينبغي، لأن أخواننا ربنا سبحانه وتعالى ليس كجنو، ليس كالمخلوق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فبعدك لما نجي نختلف، أنا لما أجي أختلف، لما أجي أختلف مع زول وقال ما بيزوجوا لبعض وكذا، لأنه دي مسألة بتاعت عقيدة. المسألة عشان كذا ده الكلام ده ما حقنا نحن. أرجع تفسير القرطبي، تفسير سورة الأنعام، وأن هذا صراطي مستقيما. الإمام الفضيل بن عياض قال ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها. نحن زول اللي جاي يتقدم لي أنا لبيتي أو كذا أو قريبتي، بقوم بشوف الزول ده منهجه شنو، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. وأكبر حاجة في الدين هي شنو؟ العقيدة. زول لقيته ملخبط في الصفات، زول بنادي الفقرة والمرأة والبيت دي لما يبتدي لما يمشي عريسها يمشي يوديها للفقرة، ويمكن يخليها للفقير يقول لي المرأة دي حملها لي، فهمت؟ زي ما بيعملوا الكثير من الصوفية الآن، هذه كيف دي أنا أزوجها له؟ فما بيجوز إنك تزوج زول مبتدع وزول ضال وزول منحرف أو زول تارك صلاة أو كذا أو غيره من الأمور. فعشان كده زول يتحرى. فعشان كده هي المزلة ما مزلت هلال المريخ. الأخ كبير سأل السؤال كأنه يتصور المزلة هي مزلت هلال المريخ. ديل ما بنعرس لكم الموضوع كده. موضوعنا احنا خلافنا معهم في عقيدة. العقيدة دي بينبني عليها ولا وبراء. عشان كده شوف النبي صلى الله عليه وسلم في قصة التوبة، قصة كعب بن مالك، ثلاثة من الصحابة، اثنين شهدوا بدر، واحد شهد بيعة العقبة، وبيعة العقبة كان في الصحابة أعظم من بدر. من شهد بيعة العقبة أعظم من شهد بدرا، كعب بن مالك، وهلال بن أمية الواقفي شهد بدرا، ومرارة بن الربيع العمري شهد بدرا. ديل عملوا شنو؟ تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو، لا أنكروا صفات الله، لا قالوا غير الله بدي الجنة، لا بيخلق، لا معلقين حجبات، حاشاهم رضي الله عنه. كويس؟ تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من أوامره وفي غزوة من غزواته، فأنزل الله قرآنا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرانهم 50 ليلة. 50 ليلة ربنا قال حتى إذا ضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. ده في مسألة جنو، في مسألة كان فيها تخلف عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا أمر نسوانهم يفارقوهم 10 ليالي، 10 ليالي نسوانهم فارقوهم لا يقربوا نساءهم. النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك قال وكنت أشب القوم، قال بجي أصلي جنب النبي صلى الله عليه وسلم أسلم عليه، قال إذا أقبلت إلى الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعين لي. بعد ما التفت للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عني، قال فأسلم عليه ثم أقول في نفسي هل حرك النبي صلى الله عليه وسلم شفتيه برد السلام علي؟ قال ثم ذهبت إلى حائط أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، قال وهو ابن عمي وأحب الناس إلي. لأن الموضوع ما هلال مريخ وكورة وكده وديل صوفية وديل ما صوفية، الموضوع ما كده، موضوع دين. بقيت صوفي، بقيت أنصار سنة، بقيت أي حاجة، جبت بدعة في الدين زواج لك ما تجينا، والله أكلمك النصيحة. بقيت زول بتاع دين، إن شاء الله رضينا دينك وخلقك بيزوج لك، ما في مشكلة في قروش في قبيلة في كده، ده الواجب في الإسلام، عرفتها؟ فقال فذهبت إلى حائط أبي قتادة، قال وهو ابن عمي الحديقة بتاعته وأحب الناس إلي، فتسورت الجدار طلبت بفوق يعني، قال فسلمت عليه، قال فلم يرد، قال فقلت لو أنشدك بالله أتعلمني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت، قال ثم عدت له فنشدته فسكت، قال فلما نشدته الثالثة قال الله ورسوله أعلم، قال فوليت عيناي تفيضان. شوف الكلام ده كيف، النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم صحابة، ما في واحد فوقهم جاب بدعة، وإنما تخلف عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات. يجيني زول داري 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 ركب في المرأة عقيدة إنها تنادي الفكي وأعرس له. فالموضوع يا أخواننا هو موضوع بتاع دين، عشان كده
فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأعطى لله ومنع لله وأخذ لله فقد استكمل شنو؟ عرى الإيمان. فهمت؟ فده الموضوع هنا. فرصة مفتوحة للأسئلة. حتى يا أخواننا لو كان في زول مسألة دارجة أو بوالي وما ما إلا شرط يعني إنه يكون منتمي لحزب.